السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير. هذا وانا قاعد لكم اني ما بظهر البارحة، يمين على المسجات وين سايرة بعد؟ بيني وبينكم ابوي يمين على البرور والحور، ثمان ساعات في الطيارة مخبرنكم قاعد لكم اني ما بكون موجود. كيف بعد؟ طرنا يوم الاربعاء الفير يعني عبارة، يوم الثلاثة نص الليل، عقب نصايف الليل الساعة 3 طرنا. انزين. وصلنا يا علي الله يحفظكم يوم الاربعاء عقب اذان الظهر، هذا كله في الطياره، وبتنا يا علي الله يسلمكم في مانيلا. انزين. والحين صار حين جزيره يسمونها جزيره تكنوبان، والجزيره هذه في اقليم اسمه اقليم سومار. سومار هنتين بعد عندهم، هبلة واحدة، سومار الشرقيه وسومار الغربيه. السيره هاي كلها السيرة لجل تحيدون قبل سنتين ثلاث يتم في الفلبين عصير وطوفان، ياهم الطوفان لما بوي الدنيا هاي كلها ما خلى لهم لا يرد ولا يريد، ظهروا بالحميد المجيد حد بلية ثياب بعد. شلكم انتو البلاد بكبرها بوي قدت كعصف مأكول خالية على عروشها، ياهم يقول لك عصار لا تشدية من عشرات السنين ما تشديهم هالنمون عصار طحن الأولي والتالي من أشد الهويات. الطحف هذا العصار اسمه هايان هذا ياينهم بكل ما يملك من قوة، طحن البلاد طحان، وماتت يميع الآلاف آلاف مؤلف لي ماتوا ولي تشردوا، آزموا بلي بيوت، وهم بلدانهم يزر فناها الطهف عن بكرة أبيها ما خلى فيها إذنه. زين. وبتصير الوادة ونشت على الكرة الأرضية كلها تعين وتعاون، الناس كلها خير وبركة من كل البلاد يا غير دولة الإمارات شو تمتاز فيه على الله يحفظكم. أمر الشيخ خليفة بن زايد على الله يطول بعمره الشيء يسمونه الإغاثة العاجلة، في نفس اللحظة اشتلت جميع الطيائر شلوا يميع اللوادم يعينون ويعاونون، حد يركض وحد يشل وحد يحط، أسعفوا العرب لي من التكبير، يسمونها الإغاثة العاجلة. يو فوقه اللي يرومون عليه يسووه هاي الساعة. أم رئيس الدولة منو ما يروم، كلهم أبوي اللي ما يروم وزع عمر حتى الشيء اللي ما يروم عليه، ويو يركضون فقارة ما قصروا هل بالهلال. هذا قبل كم عاد؟ قبل ثلاث سنين. انزين. سووا الإغاثة العاجلة يعني اللي راموا عليه سووه، الحين بتيكم السالفة. انزين. شو اللي يفرق الحين حكومة دولة الإمارات عن باقي الحكومات؟ من عقب الإغاثة الناس سووا الإغاثة وتطرج خلاص ودروهم. هذا أبوي اللي يفرق دولة الإمارات حكومة وشعبا عن أي بلاد في الدنيا العودة، إعادة الإعمار. إعادة الإعمار ما بلا إعادة الإعمار والوقوف على الإعمار، فرق بين إعادة الإعمار والوقوف على الإعمار. ما بلا بعد الوقوف على الإعمار نوعية التنفيذ والأشياء، يعني شفت مثل ما يخدمون البيوت عندنا في الإمارات هنمون خدمون الناس اللي من غير يو وسووا لهم خدمة سربجي يعني سير يدنا يا غير الخدمة الولايتية من وين تظهر؟ تظهر أبوية من العرب الولايتية، الناس اللي يعرفون من بقوا يخدموا شيء خدمة مخطرهم. صارت اللوامع يوهم جماعة وغاثوهم وخلوا الأمور يعني ماشية، أمنوا لهم الملاجئ والسكن والعلم والخبر. يلمر أول بادي اهتمام حكومة الإمارات بالصحة والمدارس، تدريس والصحة، هذا أهم حاجتين. ومن هذاك الآن إلى هالآن تم إنشاء 18 مدرسة. اليوم نحن مثلاً سايرين الإقليم هذا حيوي بس، ترى على فكرة الأول مدارس ما فيها بنية تحتية، مدارس من الأساس ولا بميدورات، بس إلا بيوت في نص الغابة، والمدارس الأول مبنايات تحت بنيانهم. الحين الإمارات شو سوت؟ بنت المدارس فوق المرتفعات حق إذا ترى هالبلاد دوم تيها فيضانات ودوم تيهم الهويات، فلذلك
ما يلقطون مكان خلاف وين يجلسون. حاليا اللي شو اللي يستوي لو يجي اكبر طهر ما بيشل المدارس بامر من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لان طريقه البنيان اختلفت، طريقه البنيان اختلفت، والمساحه وفيها بنيه تحتيه، فيها الله يعزكم الحمامات وال مال السبوح وكل شيء، الاساسات والمواد البناء هل بالهلال الاحمر ما اشتروا من بلادهم، يابونهم من بلاد برا بالبواخر. فلذلك اختلفت نوعيه البنيان. الاول يسووا لهم بنيان مال قب وعبود، الحين لا زين. فاقول لكم فالحين ازم البنيان في المناطق العاليه، فاي طهفيه ولا شياته فيازم تازم المدارس، المدارس اللي بنوها هل بالهلال الاحمر في يكون ملجأ لهم عن الطهف وعن المطر وعن الحر وعن الزر. 45 دقيقة باجي وبتقلع من الطيارة إذا الله راد بالاتجاه إلى جزيرة تكلبان. نزيل منو بيكون في هالسيرة؟ سعادة حمد زعابي سفير دولة الإمارات في الفلبين، وسعادة محمد الحيج الفلاحي أمين العام لهيئة الهلال الأحمر. How are you? Fine? يفرق شعب الامارات من باقي الشعوب. شوف اي مكان يوزن كل زين. قالوا نحن ابوي صغاره النفس، ابوي صغاره النفس مخلفه ابو ولد خلف عليهم صغاره النفس. سفير بزمه واعراب متشطب. شيء طبيعي انا اخر واحد، انا اللي اسحب الناس ابوي كلهم خلصت الطب. اي والله كلهم قبلي ثاني. انا توني حطيت لكم صور حنتين، ها قبل الطهف ما يجيهم، من ياهم الطهف امتسحت بلاد كبرها امتسحت من الخريطه. اقول لكم ابوي الرمسه وايده زين والعلوم وايده على الله يحفظكم، وان شاء الله من اول ما توصل من الطياره بنرمس خلاص قلب الحياة. نوصل قلب الحدث برمسكم طيارة ابوي مزوره ليلتين جماعه مره زاحمين. الله عليكم. هاي بلاد من صخابها استغفر الله العظيم، غير الله سبحانه وتعالى يوم يبى شيء يستوي الا بلادهم جنه. انا تذكرت اني بصور ونسيت تو كانت المناظر وايد اجمل من فوق طياره، غير نسيت اني ناوي اصور. الله عليكم هذه بلادهم جميلة، بلادهم تميضة فيها زلازل وما أدري شو يجيهم وما أدري شو بعدهم مضطرفين بعد. شوف الله عليكم شو ما زين البلاد يا حاضر على بلادهم وطبيعتهم. يقول لك 7000 جزيرة، 7000 جزيرة بلادهم. والله بلادهم جميلة طبيعة من الجهد. 7000 جزيرة وكل جزيرة أجمل عن الثانية. شو الفايدة؟ خوش دوري غير مثلهم. واللي يزيد الهرموز ملح. مطارهم في نص الغبة. طلعوا. شوف الله عليكم. روح محمد هينين، هينين ترى. هاي أبوي الحكومة كبرها جاي كلهم. هذا أبوي لبسوا القلادة سعادة السفير وسعادة الدكتور الفلاحي. وأنا بعد مستقبلين هذا استقبال الفنان كلهم يحافظ عليهم واقفين هل هالبلاد هذه. يا سلام سلام.
هالبيئة بي مالهم على صبا المطار. نائب الحاكم ربع كبرى جاي مودر الاول والثاني والعلم والخبر جاي يتلقى في حق الجماعه. جزاه الله خير. هل بالله عليكم انا بروح ما اصور عملي؟ انا اروح اول بادي انا اصور عملي. بالله عليكم كل حد ابوي يعطوه مريه. كل حد مريته على قياسه. لا خلط ولا سفير ولا وزير، كل حد مريه. يعني الله يحفظهم هن 18 مدرسه اللي تم تسليمهن. زين الحين بيصيرون يطلعون بيقومون بزياره عشوائيه. تكلفه انشاء وانجاز 18 مدرسه 27 مليون ونص بعد ما صوى البادي. ما بالله بنيان وكمبيوترات وتأثيث مدرسي حتى اليونيفورم مع المدارس اللبس. كل هالإنجاز قام بالهلال الأحمر. كل هالإنجاز قام بالهلال الأحمر بأمر من سمو الشيخ خليل بن زايد رئيس الدولة. كل هالمجموعة على رأس سمو السفير على الله يحفظه بنقوم بالزيارة هاي. بيتفقدون بيطالعون وأنا في النصيب. حطونا ابوي 3 باصات كل باص يعني شل حول 12 نفر. انا روحي الباص اللي انا فيه فيه 4 انفار والسفير والدكتور المحل يعتبر نائب الحاكم مال هالجزيره اللي نحن فيها بعد فنان وخير. والله زقرتي فنان ابتسامه ما فارقت وجهه من اسم نائب الحاكم. روحه يروع اللي ما يتروع. بعد يجيك ما يبتسم بعد مصيبه. الحمد لله اني ابتسم. شوف الله عليك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اسمي هبلة. بابا هاي داخل عندنا في الباص من المطار. أطول جسر. والله عليكم هالجسر مطوله. المدارس اللي سوت في الامارات. Your bag؟ حق البنيات حاطين لونه وردي وحق الاولاد لونه اصفر. Thank you. حليم. Thank you.
الاطفال اصغر شيء الروضه هاي رياض الاطفال كل قصة معلمين عيالهم المذهب شوفوا مذهبهم ها كلهم بلية جواتي يحطون جواتيهم خارج شوفوا the reason to not wear shoes inside the school because the other are sitting in the floor will dirty yeah. That's why it's the first time in my life I saw babies inside the school they wear socks only socks inside the school inside the class without الموقع اللي نحن فيه ترى كل هذا مدرسة واحدة كل هالفصول اللي زرناهن والمباني كلها نبوي كلها هاي مجتمعات تحت اسم مدرسة شوف من رياض الأطفال لين صف السادس 500 طالب في هالمدرسة هاي أنا شوف كلها مدرسة واحدة الصف السادس الحين But gratitude to the United Arab Emirates and Red Crescent for this very, very wonderful gift you've given us. Thank you very much. UAE! UAE! كم تبعد محمد؟ تبعد والله نص ساعة يمكن. هاي المدرسة الثانية الحين، هاي ثاني مدرسة من 18 مدرسة، ثاني مدرسة من عدد 18 مدرسة.
حبيبهم. شبر هاي العود المظلة، ترى هاي شيء مستحدث عندهم بالأساس، ما شيء مظلات غير مش بهالطريقة. هاي الطريقة هي ابتكار الهلال الأحمر الإماراتي، طريقة المظلات اللي تشوفونها بالأساس ما بكل أنمون. هاي لو يها هالطهف ليها طوفان مع الحين يستغلون هالمكان العود وكبره عن المطر، ويسوون جلسات حق هالبالفريج، جلسات تثقيفية حق هلا تشوفونها كلهن حقائب مدرسية وقرطاسيات ومداب مال مشناق ودفاتر مقالم. شفتوا الكمبيوتر اللي تولي صورت قاعة الكمبيوترات؟ عادة في المدارس هم يحطوا الكمبيوترات من بعد الثانوية، في الثانوية، لكن الهلال قاعة كمبيوترات كاملة في الابتدائية، إذا ما يتريون الحين قانون بلادهم بس الثانوية عطوهم كمبيوترات. قالت لا أبوي، مثل ما تعملون عيالنا في الإمارات عاملوا حتى هاي الفقارة في بلادينهم. شوف كل ما تي مجموعة من الهلال تزور المنشآت اللي تقدمها للمدارس وما المدارس توزعها اللي تشوفونه على كل ما
هاي فوالة توحد اللي يبين هاد بالمدرسة بعد موز بودقة. كان هذا دقته عاد خفيفة حشرات الرشمة. أقول والله أقولكم هاي فوالة تم أبوي موز بودقة وأناناس. أناناس بعد من الصغيرونات ما دب. هذا not this is not بودقة. This is بودقة. This is بودقة. This is not بودقة. Okay? Different, huh? Yeah, different. Yeah, different. This is بودقة. بودقة. This is not بودقة. بودقة. بولو بودقة. 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 يا رك الله. أقول لكم قبل كم من سنة الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره أطلق مبادرة اسمها سقيا. إنزين. سقيا هاي تخيلوا الحين وين كل المدارس اللي موجودة في الفلبين بدون مياه لا شرب ولا صرف صحي. اللي يبي يجيب ما هو ياه ويوم يبي يصير على هذا يصير. هنا شوفوا ها شوف ما شاء الله شو بتسوي بتسوي مياه وحمامات والدنيا كل ابوي مفضل وفضل عيال الحلال اللي يتأملون يسووا يخدمون يقومون على الشيء بعد هل بالهلال الاحمر ما قصروا قال الله يبيض ويوهم. شو تسوي what are you doing here يا سير هناك ويا ربعك سيروا هناك سيروا هل دري هو فين ما كذبت يقولك 7 أو 10 يستوي مطار باكر في مطار باكر مطار مطار ما بالله مطار ايه مطار مايد يا ابو مايد بس عليك يا ابو مايد ما خليت مريه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ها كل زريف الطوم يميع الفولك والدنيا حطولك ايه حاف انك حطولك انت هالكثر مراري انا من 3 سنين ومر عليهم ليه ما اسسنا المدرسه هاي ما شاء الله ما شاء الله هالاساس صداقه قديمه بينك وبين هاليحال نائب الامين العام للمساعدات الدوليه فهد بومايد الله يعطيك العافيه الله يعافيك وشكرا على كل هالجهد بالاستفاضه الصور لينا شوي بس بنزلون اللوام او كان زكريا كذا حليل يصدقون مر عليهم حليل يوم كانوا بالخيام يعني. يوم كانوا بالخيام نحن قالوا لنا سيب الخيام يدرسون الخيام قبل فهد ابو مايد اقول لك نحن افتتحنا 10 مدارس في يوم ما شاء الله ما شاء الله السنه اللي طافت 8 مدارس في يوم ما شاء الله أقولكم يلا عاد إبراهيم الحين تصبحون على خير وقت الرقاد الحين سكت 9:01 كان عندنا بالليل وياسين كل ويا الشباب ياسين سولف الفندق تحت يلا أبوي كلكم يلا تصبحون على خير ونتلاقى وياكم باكر الساعة 7 الصبح في المطعم وانت أولهم يلا 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 شاوش الحرب انت مشاهدينا ما راح اطول عليكم عندي استضافه مميزه جدا شخصيه كرمت اكثر من 20 مره لها مشاركات مميزه في كل المحافل التراثيه حياك الله امي مرحبا نبغي اسمك امي تعرفين بنفسك للمشاهدين اسمي من هم المشاهدين المشاهدين اللي بيتابعونا في التلفزيون امي الليله في قناه يخبركم هم خبروني بهم ومني بيقول هم مشاهدين في الشاشه كل العالم صح مرحبا بالشاشه وهلا أنا ياسمي باين بنت محمد بن عيف العامري ونعم أمي ونعم أمي خبرينا انطباعك عن المهرجان وأنت دائما متواجدة عيوني وكلمهم احكي لهم باللي فينا احكي لهم بشيوخنا طالة عمارها ما قصروا في حد ويبوا الدنيا من بلادهم مو من بقعهم وهو ذاك اللي مفرحني هو اللي اطمنت عليه الحمد لله واليوم واليوم الحمد لله طالة عمار خليفة وإخوان حاد مسويها هنديتين وحاد مسوي دراوي وحاد اللي العصر يا طريبنا ما هم شيوخنا غير والعرب غير
الشيوخ العرب ما قبلون عليهم العرب، وشيوخنا اللي نيهم شيبه ونيهم شباب ونيهم طم عيوز كلهم رحبوا بها من مثلهم. والله ما يلتقي مثل عيال زايد حد مرة، يعني ما نخلي أفهم بس توي فيهم شيء مرة، ولا أنا ناس لهم حزن دمنا حي يا ربي بيت وري، تخليهم ليال علينا ما يمي، وتخليهم يا ربي يصفرنا من العدوان ومن كل حاسد ومن كل الله، يطعمهم الله منهم، يطعمهم رب العالمين. ولا والله يا غاليهم الله الغالي انها اغلى من عيالي عندي، خص عيال زايد ربي مطيح قلبي عليهم الله يحفظهم. يوم خطف يعني فارق عيالي ماني عاني ذي تهمل وذي تهمل على صورته وصورة عيالي كيف ما بكت. والله قلبي يرحوم ما هم هالعرب الحين يوم حكي فيه بنادم ولا بنادم قد شفت صورة للشيخ زايد يا ابناه يعني يا ربي برد عليه في يمت فردوس يعني هي نتفردوس يعني إن كان شربت ما قلت عليه اللن ونفطرنا قلنا يعني زايد اللن وطول عمر خليفة وإخوان يعني يمهل عليهم في الحياة ويكافي عليهم العدوى ويعني الله يخليهم من فوقنا ظلال ما يميل ولا يعي. طيب تمصون الشبابها من كبرت تصغر قلت مرحبا وما سلا ويعكم تشاهدونا كل حق إن شاء الله. أنا شد أنتم وشيوخنا إن شاء الله الله يحفظ. أنا مشكورين ومتشكر عليهم على ذي النلو وعلى ذي الموقف وعلى ذي اللية وعلى ذي الجبال وحمدت الله يا رب يلعب لهم خيق الله من كل حسين العامري مسوي مقابلة مع شخصية فريدة من نوعها الله يعطيها طولة العمر ويمد بجلها إن شاء الله وكفو تستاهل والله المقابلة. مقابلة منتشرة عند العرب كلها يا غير أنا أحد من العرب قلت في خاطري يمكن ما توصلها المقابلة هاي في خاطري يسمعونها. جزاكم الله خير.